على إيقاع هذه النغمات الموسيقية الطربية. وفي ليلة رمضانية عاش أمس ضيوف المعهد الإسباني مع سهرة فنية بتنظيم من جمعية عود الرمل الكبرى لإحياء التراث الموسيقي الوطني والعربي برئاسة المايسترو محمد رشيد تسولي. أنا جد مسرور بهذا الحضور، هذا الجمهور الغفير الذي حضر، وهذا التشجيع اللي هو في الحقيقة تشجيع لمدينتنا وتشجيع لشبابنا وتشجيع لكل الأساتذة الذين يعملون في الحقل الفني من أجل الكلمة السامية واللحن الرفيع، من أجل تحقيق التنمية الثقافية في بلادنا، ونحن نشهد تنمية جيدة في هذا البلد السعيد. بطبيعة الحال نحن في شهر رمضان أبذلنا الجهد الكبير لتحقيق وإنجاح هذا الحفل الرمضاني. تغنت الفرقة الموسيقية بأروع المقاطع الإنشادية في مدح خير البرية، أناشيد متعت الجمهور الذي سافر معها إلى عوالم روحانية.